طيب برضو قبل ما يعني وقتنا ينتهي وعلى صعيد منفصل تماما، عايزين تعليق حضرتك على جوائز الافضل في جريده المسا اللي طبعا الحقيقه النادي الاهلي بكل رموزه احتل فيها يعني ايه الى حد كبير يعني كالعاده يا فندم. كابتن محمود الخطيب افضل رئيس نادي، قفشه احسن لاعب، الشناوي احسن حارس مرمى، شريف هداف الدوري، اليو ديانج احسن اجنبي، اكرم احسن صاعد، بجانب طبعا تكريم فريق الباسكت بطل الدوره العربيه وفريق الكره صاحب النجمه العربي. مفيش احسن مذيع واحسن مذيعه في طب احنا في داخل احنا طبعا الاوسكار ميسا ده عمره حوالي 30 سنه وقديم جدا، ويعني عايز اقول ان النهارده قفشه بيكرم احسن لاعب، كابتن خطيب بيكرم في وقت من الاوقات كاحسن لاعب، يعني عايز احدد المسافه اللي احنا بنشتغل فيها يعني. فطبعا يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله قاعه الاحتفالات الكبرى في دار الجمهوريه بشارع رمسيس هتكون مع يعني مقر لهذه الاحتفاليه بوجود برعايه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. ان شاء الله تكون حدث جميل وحدث طبعا مهم جدا. في طبعا تكريمات يعني زي ما حضرتك قلت يعني نجوم الاهلي بقياده الكابتن خطيب افضل رئيس نادي ونجوم الفريق مكوشين طبعا صحيح. على الالقاب زي ما تقول ده العادي. ففي تكريمات اخرى لابطالنا في طوكيو البارالمبي والاولمبي وفرقه الزمالك بطل الدوري ويعني فرقه كره السله بطل الدوري العربيه، فيعني التكريمات عاليه جدا بحضور الاستاذ اياد ابو الحاج رئيس مجلس الاداره. كلها عن جداره واستحقاق الحقيقه. كلها طبعا في يعني اللي بيختار الاستفتاءات دي او الاختيارات دي الجمهور طبعا، الجمهور من ناحيه، خبراء الرياضه من ناحيه ثانيه، زملاء الاعلاميين من ناحيه ثالثه، فيعني في ميكس كده عالي جدا عشان تحقيق العداله. ودي تكريمات يعني بنقول لهم ورده كده في اخر الموسم، شكرا على الاداء المتميز وشكرا على العطاء الجيد من رياضي او رياضيه. فان شاء الله يعني الحفله دي يعني كثير جدا من الرياضيين بيستنوها لانه بياخدوا شهاده يعني بغض النظر عن درع او مكافاه ماليه او اي حاجه، هي كلها حاجات بسيطه لكن هي تقدير اعلامي وجماهيري ومن خبراء الرياضه في مصر ان شاء الله. هايل جدا، واحنا اكيد مبسوطين ان يعني النادي الاهلي حاصل على جوائز عديده. برضو هرجع اقول كالعاده هو الاهلي معودنا على كده، ف يعني ان شاء الله ومزيد ومزيد كمان من التالق للاهلي الفتره اللي جايه بكل رموزه.